الحكومة جات وقالت لنا بين 2016 و2021 غادي نخلق 1,200,000 منصب شغل بلي بروغرام سيكتوريال ديالها. حنا خدينا 3 سنوات 16 18 370,000 منصب شغل في السي ان اس اس تو كونفوندو، بما فيها يمكننا نقولوا حتى هذوك اللي كانوا مصابهم غير مصرح بهم وعاد صرحوا بهم، يعني ماشي لابد مناصب جديده. كيفاش في نص الولايه 370,000 منصب شغل جديد غادي نوصلوا بها 1,200,000 منصب شغل من دابا 3 سنين؟ اذا كاين شي حد اللي كيعرف هذا البرنامج يقول دونك هذا هو الاساس اللي بغينا نفهموا عليه، لان انا سمعت بعض التصريحات الحكوميه بين القطاع الصناعي وحدته شحال داروا شحال ما بغيتش ندير الاصبع على شي حاجه، ولكن على العموم القطاعات كامله المصرح بها في لا سي ان اس اس خلال 3 سنوات 370,000 منصب شغل فقط، يعني واحد المعدل ديال 9.5 ديال منصب شغل لكل مقاوله جديده. أنا قلت انحراف الحكومة أولا على الرؤية التنموية ديال جلالة الملك وعلى الخطوط العريضة اللي كاينة اللي هما كتبوها في الوثيقة ديالهم واللي جاية من الخطاب الملكية. لما نتكلم عن التعادلية المجالية أننا واحد يعني نشجعوا المناطق النائية ونشجعوا المحيط المدن، لما نتكلم عن تشجيع الطبقة المتوسطة والرفع من القوى الشرائية ديال المواطنين، ما كاين حتى شي إجراء في هادشي، هادو تعليمات ملكية سامية. ثانيا كاين انحراف بالنسبة أنا قلت لك الوعود ديال الحكومة، الحكومة عطات برنامج، عطات وعود في برنامجها لما تنصبت في 2016، ولما كنشوفوا الأرقام إلى حد الساعة 2019 وحتى ما هو مبرمج 2020 فهي تبتعد بالنسبة لنسبة النمو، بالنسبة للتشغيل، بالنسبة للمجال، بالنسبة يعني العديد ديال المعايير. هادشي علاش كلمة يعني ما بغيتش كلمة انحراف تكون مخوذة بواحد المعنى اللي هو يعني، ولكن هو ابتعاد، هو انزلاق بالنسبة لما وعدت به وما كذلك التوجيهات الملكية السامية في هذا الميدان. تلقاو على أن التوازنات اللي وصلها المغرب واللي كتجعل منه من الدول أكثر استقرارا في العالم، وأتكلم عن الاستقرار الاجتماعي والاستقرار كذلك الاقتصادي اللي يجعل أن مثلا المؤسسة الدولية كتقفينا وتعطينا تمويل إلى غير ذلك، أننا بدينا كنمسوا هاد التوازنات اللي كيمكن لها تكون مهددة للسيادة الاقتصادية المغربية. كيمكن غدا لأن ارتفاع ديال المديونية، ارتفاع ديال العجز في الميزانية كيخلق مشكل. ثالثا كاين هناك واحد تراجع كبير في ميدان خلق فرص الشغل مقارنة مع ما قيل، أقرب مقارنة حتى مع التاريخ الحديث يعني السنوات السابقة القليلة، حيث أن ملي كنشوفوا الأرقام لا ديال المندوبية السامية للتخطيط ولا ديال صندوق المغربي للتمويل الاجتماعي كنلقاو أن الوتيرة السنوية لخلق مناصب الشغل انخفضت بكثير، وبالتالي طرح واحد الإشكالية اجتماعية مهمة.